ازيك يا عبد الرحمن؟ ازيك؟ اتمنى ان انا اكون اديتك حقك في المقدمه، لان انت تستاهل اكتر من كده بكتير الحقيقه يعني. وانا عايز اسالك في البدايه، ليه انت شلت الضغط كله لوحدك من الفرقه كلها؟ ما كانش في حد بيتكلم في اي مناسبه بتحصل غير على الكابتن خالد بيبو، الكابتن خالد بيبو هو اللي بيخسر لوحده وبقيه الفرقه ما بتخسرش. ليه تحملت كل ده؟ والله يا عبد الرحمن طبعا بشكرك على المقدمه، وببارك طبعا لمجلس اداره جمهور النادي الاهلي، جهاز فني واللعيبه على البطوله ال 12. البطوله غاليه جدا، كل الناس تعبت عشان خاطر البطوله دي. بس انا قبل ما اتكلم معاك في اي تفاصيل بصراحه، يعني ما اخش معاك في اي تفاصيل، عايز اشكر واحد يعني جندي مجهول بيتعب جدا وبيعمل مجهود كبير جدا، وانا يعني بصراحه كنز، ده كنز برضه في النادي الاهلي، كابتن سمير عدلي. طبعا واحد من حقهم مهضوم، ويعني ايه اعلاميا يعني، طب هو جوه النادي قيمه دي ملاحظه كبيره، مهمه جدا منك يا كابتن خالد. وكلنا عارفين قيمته جوه النادي، وكابتن طبعا خطيب عارف قيمته كويس، وهو صراحة يعني كنز كبير، واحد من الناس اللي بتعمل مجهود كبير جدا، والشغل بتاعه شغل محترم، وانا بمنتهى الامانة بتعلم منه حاجات كتيرة جدا. فرصة ان انا معاك النهاردة في قناة النادي الاهلي، ان انا يعني ان انا اتكلم على راجل استاذ في الشغلانة، استاذ بجد، استاذ عنده تفاصيل كتيرة جدا 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 جدا. فانا بشكره طبعا على كل حاجه عملها معايا من ساعه ما دخلت النادي، وكل الحاجات اللي انا بتعلمها على ايديه، لانه فعلا استاذ، ولغايه دلوقتي بيشتغل بايديه وسناده جوه النادي، وبيبذل كل مجهود ان الفرقه تبقى ماشيه بشكل كويس. ففرصه ان انا معاك ان انا اشكره. طبعا هو بقيه الطقم بقى، كابتن ماهر ووائل وحسن ورأفت وعمرو واسامه، صراحة الناس دي تعبت معايا جدا جدا، واحمد فوزي تعبوا معايا الفتره اللي فاتت لغايه ما ابتدينا يعني نفهم بعض ونشتغل بعض مع بعض بشكل كويس جدا. بس انا حبيت ان انا يعني اشكر الكابتن سمير، لان فعلا حاسس ان الراجل اعلاميا الناس ما بتتكلمش عليه، ورغم ان هو بيعمل مجهود كبير يعني. هو قيمه كبيره جدا طبعا، وتاريخ كبير جدا في الشغلانه دي، لكن